عندكوا بيت، عندكوا عربية، وعندكوا الأهم، عندكوا الصحة والستر اللي أحسن من كل حاجة. ليه؟ سمية أنا سويت كذي عشان الظنة. ضنا؟ ضنا ايه؟ ايه؟ في شيء انتي ما تعرفينه. أنا كنت أراجع عند دكتور وكان يقول إن العيب فيني أنا، وإن الموضوع محتاج علاج ومبلغ وايد كبير وأنا ما عندي هالمبلغ. علشان كذي أنا كنت أبيك تبيعين السيارة، لأني أكثر واحدة محتاجة الفلوس. وليه ما قلتليش؟ ليه؟ لو كنت قلتيلي كنت اديتك العربية وبعتيها وحليتي كل مشاكلك. ليه يا هنادي؟ هو أنا وحشة قوي كده؟ خفت تقولين حق محمد ويخليني أو يتزوج عليّ.